السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد. واليوم معانا أفضل تجميع بي سي للجيمرز بسعر 340 دولار. طبعا قبل ما أبلش فيديو، يا ريت إذا أنت جديد على القناة في تحت زر لون أحمر سبسكرايب، يا ريت تخلي بني فعل زر الجرس يصلك كل جديد، وإذا عجبك الفيديو حط لايك لأن لا كاتب بلاش، وكمان يا ريت حط تعليق إذا عندك أي استفسار أو أي عندك إشي حط في التعليقات. ونروح أول شيء للتجميع. أول شيء على المعالج هو البنتيوم الجديد 2018 والجولد جي 5400 اللي هو تميز 2 كور 4 فريد. اما البنتيومات القديمة ممكن يجي 2 كور بس بدون فريدات، بس هذا البنتيوم ممتاز. الجولد الجديد 2 كور 4 فريد، وكمان سرعته 3.7 ميجا هيرتز، تقدر تكسر ل 4.2 ميجا هيرتز، وبستهلك طاقة اللي هي 45 واط، وكمان كمان بدعم ال LGA 1151 للسوكت. يجي السعر هو 60 دولار، ما يعادل 55 دينار أردني ل 54 دينار أردني. وكمان يجي على القطعة الثانية هي معنا من المذر بورد من جيجا بايت اللي هي H310 NA اللي بتيجي فيها أمدة 2.0 والسوكت LGA 1151، وبتيجي كمان فيها الدي دي ار 4 2 مدخلين للرامات اللي 2666 ميجا هيرتز، وكمان سعرها اللي هو 50 دولار، وفيها 3.0 قلنا يو اس بي عادي، فيها امدا 2، وفيها كمان بتدعم الانترنت، وفيها كرت صوت محترم وتبريد. طبعا تبريد جيجا بايت معروف لل، وكمان مكثفات يابانيات وتعطيك جودة عالية من حيث السعر والأداء. 50 دولار السعر، وسعر المعالج زي ما قلنا 60 دولار، وهي 50 دولار ماذر بورد. ونروح كمان على الباور سبلاي من اي في جي 8X 450 واط، كافي وزيادة على هاي التجميعة، وقابل تجيب كمان كرت في المستقبل عشان يكون عندك باور جاهز بدون ما تشتري. ممكن تجيب 500 واط. طبعا كل القطع رح يطلع عن قدامكم، ورابطن في اسفل الوصف اذا حاب تشتري من امازون. طبعا كل هالقطع على سعر امازون مش من سعر السوق. ونروح كمان اللي هي رابع قطعة معانا هي الهارد ديسك. في عنا هارد ديسك واس اس دي اليوم معنا. راح يكون هارد ديسك من ويسترن ديجيتال بلو 500 جيجا، سعره 23 دولار، 7200 لفة، وبعطيك كمان سرعة البلو مش الجرين، البلو اكثر شيء، بلاك بعدين بيجي بلو بعدين بيجي الجرين اضعف شيء بيجي كمان، بس يعني معروفه من ويسترن ديجيتال او سي جيت. وخذ من اس اس دي كينغستون او اي داتا ب 20 دولار. طبعا هيك راح يطلع عليك راح يطلع عليك احسب معي انت المجموع. وطبعا القطعه السادسه والخامسه هي الكرت الشاشه هو جي تي اكس 1050 يا ال 1080 1030 تي اي 1030 او جي تي اكس 1050 عادي مش تي اي 1050 للعادي، هو بيجي 2 جيجا و 128 بت، وكمان بيجي سعره حوالي 130 دولار على امازون من تصنيع ام اس اي اللي بيجي مروحة واحدة، وبيجي جي دي دي ار 5، وكمان بيجي الكور 683 ملتي كور بالكرت نفسه. طبعا بيجي 127 دولار امريكي. واذا بدك تاخذ 1030 هو 1000 هو 1050 احسن من 1030 بضعفين، بس اذا حالتك مطفره بتاخذ 1030، بس بنصحك تاخذ 1050 اذا معك كمان مصاري بتيجي تجيب 1050 تي اي. طبعا هذا معالج بيقدر يدعم ل 1070 تي اي، بيقدر يدعمه. طبعا نيجي للرامات. رامات معنا اليوم من كورسير اللي هي بتيجي 8 جيجا حبة واحدة 2066 ميجا هيرتز، او اذا بدك في 2400 اللي ما بتفرق، فرق بجوز ولا بتفرقش اصلا، بس 8 جيجا من كورسير وسعرهن حوالي 40 دولار، 48 دولار احسن معي انت. وطبعا معروف عن الكورسير اللي هي الرامات ممكن تكسرها ل 3000 ميجا هيرتز من دون اي تعب او من دون اي حراره.
طبعا المعالج زي ما قلنا ممكن تكسر سرعته، هو طبيعي البوست تبعه 3.7، اما البوست كلوك العالي الاوفر كلوك 4.2 مع لوحه قلنا عنها، هي لوحه ممكن تكسر عليها سرعه كمان. وطبعا زي ما قلنا وكمان اذا بتجيب 1050 جيب 1050، اجيب 1030، ال 1050 مليح بياخذ ضعفين 1030 زي ما قلنا، بيجي نفس المواصفات. في كمان HDMI وكمان بشغل ممكن يشغل لك 4K، بس على اغلب الالعاب ميديوم او لو 1080p، وهي ممكن تشغل تجميع تشغل العاب. وطبعا في بنش مارك اخر الفيديو، يا ريت ضلك معنا على البنش مارك عشان تشوف الاداء الالعاب اللي هي من 7 العاب اللي فورتنايت جي تي 5 وهي الشغلات. طبعا زي ما قلنا تجميعة، واخر شيء نجي على سعر تجميعة من الاخر. من الاخر بيجي سعر $340 على امازون شامل توصيل والضرائب، بس ضل عليك اللي هي جمارك البلاد تبعتك حسب الجمارك عندك، بس هذول شحن مجاني كلهم من امازون وكلهم بيجي مع بعض $340 مناسبات للجيمرز ممكن كمان تزيد كمان $20 وتاخذ كيس طبيعي، متكيش كيس جيمينج ولا شيء، اهم شيء انه يسع القطع. وطبعا زي وكمان المذر بورد بتيجي هي ميني، اللي هي بتيجي متوسطة مش الكبيرة، لا اللي هي بتيجي المتوسطة. وكمان الباور سبلاي حجمه صغير ممكن يسع اي شيء، والكرت الشاشة حجمه صغير راح يكون قدامكو. وكمان في تحت اسفل الوصف كل الشراءات من امازون. وطبعا هسه ونقدر نروح على البنش مارك، وخليكم على البنش مارك. طبعا قبل ما نروح على البنش مارك، اذا انت بعدك مش عامل الاعجاب للفيديو يا ريت تعمل اعجاب، واذا انت بعدك جديد على القناه يا ريت تشترك. ويلا نروح على البنش ماركات، وانا بترككم مع البنش مارك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت ما اقولكوا شغله اللي هي الانترو، كيف الانترو الجديد ان شاء الله عجبكم، وبس هاي حبيت اقولكوا اياها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Where did the ass take you next? We still have to get to the factory entrance.
activate that uplink station to stop their bombers. Dad could have seen this. Oh no, they're already here. Got to get inside.